الامتحانات كيف وكيف الامتحانات كامل مريم وتنجحي ان شاء الله. سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مخططا أمني استثنائي شامل من خلال تأمين مراكز إجراء الامتحانات وكذلك مراكز تصحيح وكذا مركز الإجماع للإغفال وكذا ضمان مراقبة أمنية لمواضيع الأسئلة وكذا أوراق الإجابة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين للولاية وكذا موظفي قطاع التربية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات وكذا التشكيلات العملياتية الثابتة والمتحركة من أجل تسهيل حركة المرور للأولياء من أجل نقل أبنائهم إلى مختلف مراكز إجراء الامتحانات، دون أن ننسى الدور الفعال الذي تلعبه فرقة حماية الأحداث من خلال مراقبة الجانب النفسي للطلبة المترشحين. كنا رايحين نقبل بيا إن شاء الله بيوفقنا ونحضرنا مليح إن شاء الله. رانا حضرنا مليح وجدنا أنفسنا باش نقبوا ألاز ونديو مليح ونفرحوا والدينا وربي يجيح جميع ممتحن في شهادة التعليم المتوسط. اليوم هو يوم مميز بالنسبة ليا طبعا رايحين نقبوا شهادة التعليم المتوسط ونتمنى أننا ننجحوا. كنت من النجاح ليا والتلاميذ.